بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. كوّن لي اليوم نصرا عز مولايا، وتكشف الحجب عني هب لي الآيا. كوّن لي اليوم نصرا عز مولايا، وتكشف الحجب عني هب لي الآيات. تواب لاغفر ذنوبي وامحو كل لغم عني، وكن لي في الدنيا وأخرايا. بكونك الواحد القهار ارض لي يا رب العدا، وتخلد فيك بشرايا. أنت الإله اللي تعلي وترفع من قد شئته فتطيب فيك محيايا. لك السماء والأراضي والهواء معا، قني أذى الكل ولتخل مزايايا. لك السلاطين طرا والملوك كذا، أتبعهم ليرضهم قبل لقيايا. هب لي تلازم ما ترضاه من عمل ومن مقال واقد عند مغنايا. لك البرايا جميعا والبلاد، فكن لي يا إلهي في داري وطوبايا. لك البرايا جميعا والبلاد، فكن لي يا إلهي في داري وطوبايا. أنصر جنابي وحصري لأطب عمري بما تحب، وأحسن فيك التقوايا. غنيت بالواحد القهار عن زمر، وكان لي ونفى فقري وبلوايا. غنيت بالواحد القهار عن زمر، وكان لي ونفى فقري وبلوايا. له توجهت ذا شكر له أبدا، وارتجي منه ما لم يحوي الشروايا. بكونك القادر القهار مقتدرا، أرجو تلازم ما أهوى بمن جايا. ناديته راجيا أن لا يخيبني، وأن يوجه لي ما فاق مرجايا. أو نويت إرضاه إرضاء من صلحوا بعد انصرافي إلى أهلي وسكنايا. أنت القدير الذي أرجو بقدرته حوز الزيادة، زدني بعد حسنايا. نبس ما كان عندي سق بكونك لي دنيا وأخرى الذي ترضى برغبايا. أعط المكوز بطاعة مخلصة، واكتب بقهرك يا ربي غلبايا. وجه بعزك لي عزا أكون به عبدا عزيزا، وخلد عنك عتبايا. ربيتني بإلى أرض الجميع، وقد من الأحبة واحمد ربي مسعايا. سخص رمضا لي ما فاق المنى كرما، وجل كتابك في دارين مرعايا. سخص رمضا لي ما فاق المنى كرما، وجل كتابك في الدارين مرعايا. لسق دواما كوس القوم تروية، ولتسقني ولتعظم ربي سقيايا. يا ذا البقاء الذي أبقيت لي عمري عبدا خديما سعيدا، واحمي بغيايا. إليك وجهت وجهي داعيا ملكي، فليستجب كرما يا ربي الدعوايا. نجيتي فتزدني ربي تنجية، وتحمني واحمي ما يحويه مزوايا. نجيتني أمس من عودي إلى سلع، فليمكن لي وعظم منك جدوايا. أنت الحفيظ الذي أبغي حمايته، فكن حفيظي وزد يا ربي التقوايا. لك انصرافي كسبا قد زمامي يا ربي، وهب لي حملا ربي مسرايا.
لك ارتحال يزاجر فسق غرضي كلي عاجلا آئبا والتحم مجرايا أبلي بكونك وهابا بلا سبب ما فاق ظني واملأ ربي مهدايا قل ذا بلطف وجود واكفني زللا لك انتهائي إلهي منك مبدايا وجهت في السبت وجهي لك في رجب وفي ثلاثاي في شعبان ملجايا وجهت في السبت وجهي لك في رجب وفي الثلاثاء في شعبان ملجايا يا رب صل بتسليم على سندي محمد وبه قدني لأرجايا يا رب صل بتسليم عليه بلا عد مع الآل والأصحاب من جايا عليه صل وسلم بالجميع وكن منورا بي أزماني وأنجايا زدني علوا بكشف لا يفارقني يا من له أشتكي وتشكي شكوايا يا خير مغد قضى حاجي بلا كلف يا من بكونك لي فارقت بلوايا يا خير مغد قضى حاجي بلا كلف يا من بكونك لي فارقت بلوايا زدت القصائد فيكم شاكرا لكم بابكم وجهوا للكشف والآيا زنت القصائد فيكم شاكرا لكم بهابكم وجهوا لي كشف والآيات زنت القصائد فيكم شاكرا لكم بهابكم وجهوا لي الكشف والآيات بسم الله الرحمن الرحيم بشرى لنا قد أتانا الجود والكرم لما اشتهلت علينا لشهر الحرم بشرى لنا قد أتانا الجود والكرم لما اشتهلت علينا الأشهر الحرم حزنا متابا مع الغفران في رجب ونرتجي في البواقي روض من حرم نرجو من الواحد القهار خالقنا قهر العدا وهو الجبار ومنتقم وهو المغيث الذي أرجو إغاثته ولست للنفس في الدارين أنتقم وهو الحكيم الذي ما شاء كان وما لم يكن شائيه فالدهر ينعدم له البرايا له أفعالهم وله جل الوجود الذي قد زانه القدم فمن له الجل ينمي سرمدا ولدا مثلثا فيه قد زلت له القدم توبوا له يا ذوي التثليث في عجل وسارعوا قبل موت بعده ندم لربكم سارعوا مستسلمين معا بقف من زحزحت عن حزبه الظلم الله باق قديم لا يشابه ما بالبال يخطر وهو المفرد العلم ومن يثلث فريدا مالكا صمدا فجاهل ويلاقي كله الألم أنتم حيارى أسارى للعين معا سم وعمي كذا في الألسن البكم إني لأحمد ربا لا شريك له في البر والبحر وهو الواسع الحكم أدعو وهو كريم لا يخيبني بإذنه منه تاتي قلبي الحكم وهو الذي كونه لليوم فرحني وعن فادي زال الشك والغمم يا ليت قومي في ذا اليوم قد علموا بكونه ليئز عني محل ممو قد كان لي وله شكري ومحمدتي له فادي والجسمان والقلم له شكري بقرآن أرتله من ساعتي لارتفاعي وهو لي ولم وهو الكتاب الذي من كان خادمه زكى له العلم والأعمال والشيم وإنني أعبد المولى به أبدا ذا خدمة لشفيع جوده ديم
وهو الكريم الذي أرجو بخدمته ما فاق ما للزهين قاده هرم أرجو بخدمته كوني هنا وغدا عند المقدم مثل الصحب من كرم صلى عليه بتسليم لمن معه وكان لي وبه لراض من حرم وساق لي كل ما أهوى بلا طلب سوقا بي يستبين الجود والكرم ما دام ربي ودام المصطفى وزري وبالبشارات تاتي الأشهر الحرم ما دام ربي ودام المصطفى وزري وبالبشارات تاتي الأشهر الحرم ما دام ربي ودام المصطفى وزري وبالبشارات تاتي الأشهر الحرم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وجئت وجيء لمن تكريمه بانا في شهر مولد من في البحر ربانا لله شكري في الشهر الربيع هنا على ابتداء الذي لاختاره قربانا قد أقبل الخير ممن لا شريك له في الملك والحمد إسرارا وإعلانا دعوت برا رحيما نعم كرمنا في البر والبحر نعم الله مولانا كون بكلي في ذا اليوم توسعة حتى أقيم لدين الله أركانا ربيتني فالتهاب للعام يا صمدي إدمان خير وإسعاد وإسكانا ربيتني بعد إطعام وتروية عن يوم تروية يجعط صديانا مكنتني بعد ضيق سقت لي حللا موسعا بعدما قد يقطع عريانا نجيتك اليوم يا من أمس كرمني وسقت لي اليوم إيقانا وبرهانا اسلب قلوب النصارى يا قدير إله نصيب رضي من قد عز أوهانا بكونك الواحد القهار منفردا لقرع دانا على بشرى إدمانا نبهتني أمس تنبيها أرى عجبا أنت البديع الذي ما زال رحمانا يسرت لي أمس هب لليوم توسعة بها ألازم ما ترضاه إحسانا آويتني بعدما ضاق الفؤاد أذى وسرمدا ليرد جنا وإنسانا أسلمت وجهي إليك اليوم ذا خدم لمن غدوت له كعبا وحسانا دعا مدادي قضى حاجي لخدمة من تبشيره ضرر الأعداء أنسانا محمد خير خلق الله سيدنا صلى الله عليه الذي أدعوه تبيانا وجه صلاة بتسليم له أبدا ولي بيانا وعني كف عصيانا حملتني ربي بالتكريم دون عنا في البر والبحر زد رزقا وتكلانا ملكني العام يا وهاب فوق رجاء وترد لي أعداء ومسلانا لجد برزق حلال طيب وقني ما لست ترضاه إسرارا وإعلانا ناجيت برا رحيما مغنيا وله أمري أفوض أرجو نصره الآن أشكر شكوري واسع لي هنا وغدا يا واسعا مغنيا ما زال ديانا هب لي بكونك وهابا منايا معا حتى أكون بما الغيب ريانا مكن ووسع مكس اجعل بتوسعة كليلة القدر أحيانا فأحيانا
فيك اجعل المكث ذا فني بلا زلل وكمل بي اعيانا فاعيانا. يسر لي الخير واعصمني وزد رشدي يا نافعا لم يزل برا ومنانا. إليك قلبي وجثماني كذاك يدي يا هاديا لم يزل ربا وحنانا. لجرب العقاد بالإيمان في عجل حتى تبشر من قد كان حزنانا. بكونك القاهر الجبار رمت هنا أن لا أنازع جبارا وسلطانا. واغل السلاطين يا قهار في أبد والتحمني واكفني مكرا وشيطانا. رجوت أنك تحميني وتنصرني نصرا عزيزا بنيلي منك رضوانا. وقيتني مكر أعدائي ومن معهم فلتكفني سرمدا حقدا وعدوانا. اغفر ذنوبي وهب لي اليوم مطلبتي بكن ورم بي لي سرمدا شانا. لا فراق لي لم ترضه خلقا واطمه عني يا غفار ما شانا. بحرمة المصطفى من صرت خادمه بالنظم والنثر سجعا ثم ميزانا. حتي بقلبي تقبل واكفني خطأ واطمح شيني وكملني بما زانا. رب استجب ولتكمل ما نويت لدى طوبى التي بكتبنا فيك بنيانا. وجهت وجهي يوم السبت مرتضيا إلى الذي سرمدا إنقاذ كن كان. رب كريم حفيظ واسع صمد وأبتغي منه تيسيرا وإسكانا. زد لي اليوم زيدا قد يبشرني فتحا وفيضا وردني دهر السجانا. قدير قهار يا جبار يا غرضي فضلي الذي ياخذ الأموال مجانا. ناجيتك اليوم يا برا علي له سكن يخجلك يا قوتا ومرجانا. أنت العلي العظيم العدل يا أملي أنت العليم الحليم البر رحمانا. هب لي بحق تيل أسماء قهري من أمسى يكابد أهل الحق أزمانا. منك التمست الذي أعطيته الصلحاء حتى به قهر الأعداء إدمانا. ملكني اليوم يا وهاب مطلبتي وتكفني كيد من للحرص قد مانا. ناجيتك اليوم ذا فقر إليك فكن لي مغنيا وافتحا لليوم بيبانا. افتح لي اليوم بالمختار سيدنا أباب خير تجر الرزق إبانا. ليكن بجود وإسعاد ومرحمة وبالبشارات يا من فضله بانا. طيب حياتي بلا موت ولا ضرر واجعل بفضلك مكثي ربي قربانا. يسر جميع الذي أرجو وأطلبه حتى أكون قرير العين جذلانا. يا ربي قد لي في الدارين كل منى وتكفني أبدا مكرا وخذلانا. بجل لي الحق كشفا لا يفارقني كما كشفت لأهل الله تبيانا. إذن قلوب الأعادي عن أذايا معا لنصرتي واهدي بي شيبا وفتيانا. تركت أمس الذي قد بعته ومضى فالدهر بدل وعني كف خزيانا. وجه لي الكشف والتسخير دون عنا وتكفني سرمدا جهلا وخسرانا. فتعوا هب لي فتحا قد يري أجبا يا خير هاد هدى غمرا وحيرانا. نبت الكريم الذي يقي بكن أبدا ونعاون في طوبى قد آنا.
دفت الكريم اللي في البر كرمني والبحر إساق لي بالفيض قرآنا لو خطابي يوم السبت في وطني وبان لي أمس ما قد صار برهانا نبهتي أمس زيد فيضا ومعرفة وسرمدا بي نوير ربي أزهانا إجل رجوعي إلى قومي سعادتنا والتكفنا يوم جمع الخلق نيرانا قبل بفضلك كوني سرمدا فرحا للمسلمين وخلد فيك بشرانا ملكني اليوم الشيء لا يفارقني من البشارات في الدارين جيرانا عليك أذني بأبكار أجيء بها من الفيوض التي تنصب ويدانا لزق دواما فتوحات أكون بها بشرى لمن بهدى الإسلام قدانا أنت العليم الذي علمت حزبك ما فاقوا بطيك ميدانا فميدانا كمني اليوم تيسيرا يسهل لي صعبا بإيجاد ما قد كان فقدانا ذب الجنان وسدد منطقي وقني عنا بإعدام ما قد كان وجدانا يسر لي اليوم يا وهاب جملة ما أرجو وهب لي تقديما ورجحانا ربيتني ربي في الأعداء مغتربا حتى رجوعي للأوطان قد حانا ربيتني ربي في الأعداء مغتربا حتى رجوعي للأوطان قد حانا ملك عبيدك ما يختار منك بلا مكن ولا سلب وجله مزعانا ملك يا رب ما فاق المنى كرما يا من يصير من قد جاء شبعانا ناجاك مرتجيا أن لا تخيبه وتكفي يوم بعث الخلق ميزانا خيب رجاء ليقليه في أبد من عام عيق وكان الحج ميزانا لا يكتب العام أجرا لا انقطاع له في كل ما فيك ينوي من هدى زانا قلب قلوب العدا طرا لنصرته في البر والبحر يا من انت للانا ناجاك مرتجيا ما رام في أجل يا خير من أمه من كان عجلانا أنت المعيد الذي أبغي البقاء به دنيا وأخرى فبالعود مولانا تركت ما كان لي بالبيع مبتغيا ما عند من لي يقضي حاجتي الآن فتاح وهاب يا رزاق يا ملكي ليفتح وهب لي وارزقني بكلانا فتاح وهاب يا رزاق يا ملكي ليفتح وهب لي وارزقني بكلانا ضيقي أزل عاجلا بالبشر مع مدد حتى أقيم للدين الله أركانا يسر رجوعي للطوبى واحمني وقني أذى الورى وتطب لي ثم إسكانا لك السماء والأراضي والهواء بلا مشارك ليرمن شركه بانا أجي وصلي بتسليم على سندي محمد والتهب لي فائقا بانا أجي وصلي بتسليم على سندي محمد والتهب لي فائقا بانا بسم الله الرحمن الرحيم فارقت إبليس وجميع المفاسد وبسم الله الرحمن الرحيم لازمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع المصالح ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جاورت الله بكتابه إلى دخولي جنته جاورت بالفرقان ربي المعين ملكت نفسي وزحزحت اللعين أغزت من دنياه زادي للجنان وانقاد للهوى ولي صفى الجنان ولاني الأبرار في أخرايا
وانقاذ لي بلا انتهى قرايا، رافقني الى الجنان الجيم وللسوايا زحزح الرجيم. توسي عن اللعين والفجار كون بديع العالمين الجاري، اكرمني البديع بالكتاب وصانني عن جالب العتاب. لم ينحني الى دخول الجنه غير بشارات العلي ذي المنه، لم ينحني زجر ولا وعيد، وعمري الى الجنان عيد. اخفى لي السدر مصون الله حبا ولا اله الا الله. هداني الله وانه البديع وقادني له بانواع البديع، بر عن الخالق من سواه وقاد لي من لا يرى شرواه. كتاب ربي كان لي وكنت له ولله به سكنت. ترسي عن الأكدار والمفاسد سلامتي من جالب لفاسد. أكرمني الله بذكره وما ليختاره ولي قاد الأقومان. باها بي الله الكرام الغراء وببقائي النبي السراء. هبات ذي الجلال والإكرام لي خلدت مرقب الكرام. إلي قاد الله ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن. لست أشك أبدا في كوني، جار البديع عجبا للكون. إن الذي من الإله حزت غاب عن الكون وفيه فزت. دلني الله على الله بلا تغرر وعمري تقبلا. خابت قلاتي مع الحساد ميثمني حزت بلا كساد. وقاني الباقي به الصبورا تجارتي لديه لن تبورا. لم ينحني ما باع عني الله فضلا ولا إله إلا الله. يقود لي بلا انتهاء ثمني من كان لي ولي الصفا زمني. جرت ربي بلسان العرب بلا نهاية وطابت قربي. نزع الإسلام عند قربتي ذا الجسائر منير تربتي. نزع لي نور اللسان والكتاب أزمان خدمتي لدى أهل الكتاب. تزيل ما ثبت للمشفع أغنى يميني عن أذى ومدفع. تزيل ما ثبت للمشفع أغنى يميني عن أذى ومدفع. هداني الله والزحزح اللعين إلى سوى عمري حبذا المعين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا وثمرة أفئدتنا وخليلنا وحبيبنا محمد الخليل. مد الخبير لي والكبير ما لا يبور من اللهاء. حباء ربي خلي وحبي مع المحبين صف اشتهائي. مع اعتلالي ما حيط ضلالي ملمي حلالي بلا انتهاء. مدح المقفى عمري صفى وقاد الصفى لي باعتنائي. دام اقترابي عند التراب بلا اغتراب ولا عناء. ينعو شكوري إلى الشكور على شكوري ظرف الثناء. إلى التقي ليس الشقي باب الرقي ينحو ندائي. لم ينحو قلبي داع لخلبي أو داعي سلبي أو داعي دائي.
خير العباد سبقك بادي من المبادي بالاقتداء لك الطهور منك المهور لك الظهور يوم الخفاء يا ذا الكتائب لغير تائب لخير تائب منك شفائي لك حروفي منك ظروفي مع الوروفي يا ذا اللهاء لك حروفي منك ظروفي مع الوروفي يا ذا اللهاء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما. لا إله إلا هو لسان شكري من بعد ذكري بغير مكري لذي الآلاء، لسان شكري من بعد ذكري بغير مكري لذي الآلاء. إلى السلام أفضي كلامي بلا ملامي ولا قلاء، أفضي لساني مع الحسان لمن كساني ثوب اعتلائي. لقد بدا لي كون الهدى لي بلا جدال ذوي الرعوائي، الله ربي قد زاد حبي لو وعبي مع ارتوائي، الله ربي قد زاد حبي لو وعبي مع ارتوائي. هو الكريم به أروم ما لا يليم بعد احتوائي، أشكى اشتكائي بعد اشتكائي بلا بكائي ولا دوائي، لو الثنائي عند عنائي بلا انثنائي إلى مرائي، لو الثنائي عند عنائي بلا انثنائي إلى مرائي، لو نحوت وما هفوت وما صبوت إلى مرائي، أفنى فتوني معطي المتون مع المتون بلا جرائي، هدى المريد نفى المريد نعم فريدا ينمي ثرائي، هدى المريد نفى المريد نعم فريدا ينمي ثرائي، وجهت الشكر لمعطي الذكر من غير مكر على العلاء، وجهت الشكر لمعطي الذكر من غير مكر على الآلاء، وجهت الشكر لمعطي الذكر من غير مكر على الآلاء. بسم الله الرحمن الرحيم، ومنها نونية وهي هذه: قد طاب قلبي لما الله سلمني من العداء بحق الذنب أكرمني، وجهت وجهي له شكرا له أبدا إذ أنه من يد الشيطان أخرجني، وجهت وجهي لرب لا شريك له
مع العزيمة في الإتيان بالحسن. وجهت وجهي لرب لا معين له مع الصلاة بصوم تارك الددني. وجهت وجهي لرب لا ابتداء له مع اقتدائي بذي الأنوار والفطن. وجهت وجهي لرب لا انتهاء له مع انصرافي عن أشياء تصرفني. وجهت وجهي لرب جل عن ولد مع التغافل عن أشياء لم تكني. وجهت وجهي لرب جل عن غرض مع انصرافي له بالجسم والعطن. وجهت وجهي لرب جل عن غرض مع انصرافي له بالجسم والعطن. وجهت وجهي لرب جل عن مثل بخدمة لابن عبد الله ذي السنن. بخدمة لابن عبد الله جالب ما نعطى ودافع ما نكفى من المحن. فكل من خصه الباري بختمته فلا يلاقي سوى البشرى ولم يهن. ومن تكن في رسول الله خدمته مصاحب الصدق والإخلاص والحسن. فلا يخاف ولا يرجو الورى زمنا إذ الوقاية تغنيه عن الكنن. ومن يسر لسوى الماحي وسيلتنا فسيره عند أهل السير كالقطن. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأزد في آجامها تلني. ومن تكن برسول الله نصرته إن قلقه الأزد في آجامها تلني. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تلني. بانتصرت به أبي قضى وطري وهو المجاور في أهلي وفي وطني. بي أدافع عن مكر الحسود وعن شر الكلام وشر العين والزمن. بي تحصنت عن جن وعن بشر وعن جميع بلايا الدهر والفتن. بي تحصنت عن نفسي وعن كسلي وكل الشر والضر حيث يقصدني. جعلت لي مترسا ها هنا وغدا عن العدا وشياطين تشوشني. بي أروم جميع الخير من ملكي وهو الوسيلة في سر وفي علن. يا سيدي يا رسول الله يا غرضي إني لدى الباب كالمصفود في قرني. فكن معيني على نفسي وخذ بيدي فكن حجابي في الدارين عن محني. وعد عيالي وحل بيني وبين أزم وحط سحابي وحط مغنائي بالجنن. وكن أمامي وكن خلفي وكن وسطي وفي يميني شمالي يا رجاي كني. إني لك الدهر ذو الشوق فخذ بيدي وبالملاقات يدري أيما زمني. لست لي اليوم حاجات أؤملها سوى اقتفائك قف القلب والبدن. جل لي بروض حرون دام ممتنعا ونظرة ليهب ينقى بها ضرني. يا مذيب الحزن ابن المذيب الحزن ابن المذيب الحزن ابن المذيب الحزن. اسر الظلام فؤادي وافكك كبلي فإنني عاقني ذنبي عن المكن. اكسر ظلام فؤادي وافكك كبلي فإنني عاقني ذنبي عن المكن. يا واسع العطن ابن الواسع العطن ابن الواسع العطن ابن الواسع العطن. يا واسع العطن ابن الواسع العطن ابن الواسع العطن ابن الواسع العطن.
يا واسع العطن ابن الواسع العطن ابن الواسع العطن ابن الواسع العطن عرج من القلب من اليوم جملة ما لم يكن عندك محمودا لترشدني باب الهداية باب الهداية مغلاق الغواية مفتاح الدراية يا ذا القلع الوزني أخرج جميع عيوب اليوم دون عنا وقد زمامي للحسنى لتنقذني يا طاهر الحسن ابن الطاهر الحسن ابن الطاهر الحسن ابن الطاهر الحسن طهرني اليوم من ذنب غدا كبلي كيعبد الله في سر وفي علني يا ذا المرعة يا كنز الفقير ويا من يذهب الزعر عن مري ذا الشجني يا ذا المروءة يا كنز الفقير ويا من يذهب الزعر عن مري ذا الشجني إني ضعيف إلى جدواك مفتقر فجد لي اليوم بالمفروض والسنن يا من يغفر ذا حاج وينجد ذا كد وينصر ذا ولي وذا محني إني إلى العلم والأعمال ذو أرب وللتأدب سقهان وكملني أنت المربي الذي لا شك تصرفني عن العوائق والتسويف والددني أنت المرقي الذي لا شك تنظر لي درا بنظرة تطهير تطهرني أنت النصيح الذي لا شك تنصح لي نصيحة من عيوب النفس تخرجني أنت الجواد الذي جلت جوائزه عني وقدت زمامي كلما زمني إذا التزمت لك الأمداح يا ثقتي شكرا ولكن لساني عن ثناك ولي فكيف أترك عاما شكر واسطة أسنى وصائقتي طرا عند ذي المنن أو كيف أثني على فرد حوى خلقا عن متحي قد ونت لسن روفطني نور ضريحته بحر قريحته عمت نصيحته في السر والعلني وهو الذي طهر المولى سريرته فالقلب منه لأمر الله ذو أرني وهو الذي صمته فكر ومنطقه ذكر وخدمته شكر على منني والعلم أتقنه والسعي أحسنه كما له انقادت الخيرات بالرسني والقلب مقترب والجود منسكب والجسم منتصب في الفرد والسنن والعقل تم له والفهم لازمه والعلم مع جملة الآداب في العطن خير مودته ضير عداوته مر مديحته للمفرق الفطن يا سيدي يا رسول الله يا سندي إني إلى الله تبت اليوم من ددني أو امتداعك أرجوها هنا وغدا فوزا وربحا ورضوانا يقربني أو امتداعك أرجوها هنا وغدا فوزا وربحا ورضوانا يقربني والأمن من كل شيء ضمنه ضرر والستر والنصر في أهلي وفي وطني والأمن من كل شيء ضمنه ضرر والستر والنصر في أهلي وفي وطني أنت الملاذ وأنت المستجار بي مهما أنهى قبلي ما عنك يشغلني بك تعلقت يا خير البرية من غريم الموت فاغسلني وطهرني بك تعلقت يا خير الورى أبدا فرقني اليوم واصرفني عن الوسن وجل مقامي مقام المرتضى أنس في خدمة وكحسان أزل حرني
أنت الكريم الجواد المرتضى خلقا دلي بنصرك إني اليوم ذو حزني صلى عليك بتسليم يطهرني من بثنائي عليك اليوم أكرمني والآل والصحب والأبناء قاطبة أزكى صلاة من الأغيار تعصمني صلى عليك بتسليم يصعدني من التزام لك الأمداح ألهمني والآل والصحب والأزواج جملتها أزكى صلاة بالشرح استطيع تضحفني صلى عليك بالتسليم يؤيدني من لصلاة عليك اليوم حببني والآل والصحب والأصهار كلهم أزكى صلاة لفعل الخير ترشدني صلى عليك بالتسليم يقي بدني من باقتفاء نهجك المعصوم شرفني والآل والصحب مع إخوانك الحنفاء أزكى صلاة بها الأنوار تقصدني صلى عليك بالتسليم يصححني من في طريقتك البيضاء أدخلني والآل والصحب والأتباع معشرهم أزكى صلاة إلى الإخلاص توصلني صلى عليك مع التسليم يا غرضي رب كريم إليك اليوم وجهني بآلك الغر والصحب الكرام معا أزكى صلاة إلى الآداب تجلبني صلى عليك مع التسليم يا سندي رب عظيم إلى جدواك أحوجني بآلك الغر والصحب الكرام معا أزكى صلاة إلى الأعمال تجذبني صلى عليك مع التسليم يا ثقتي رب جيد بصرفي لك أنقذني بآلك الغر والصحب الكرام معا أزكى صلاة بعرفان تسكنني صلى عليك مع التسليم يا أملي رب بكوني خديما لك أتحفني بآلك الغر والصحب الكرام معا أزكى صلاة تنجيني من الفتن صلى عليك مع التسليم يا أربي رب بكوني خديما لك أسعفني بآلك الغر والصحب الكرام معا أزكى صلاة تقيني سوء ذا الزمن صلى عليك مع التسليم يا وطري رب بكونك النفع اليوم علمني بآلك الغر والصحب الكرام معا أزكى صلاة تقي الناغين عن بدني صلى عليك بتسليم يا وزري صلى عليك مع التسليم يا وزري رب بكونك خير الخلق عرفني بآلك الغر والصحب الكرام معا أزكى صلاة تقي الأعداء عن سكني صلى عليك مع التسليم يا عضدي من خدمة لك أولاني ليسعدني بآلك الغر والصحب الكرام معا أزكى صلاة لحسن الختم توصلني باب المزية خذ مني الهدية يا خير البرية في سر وفي علني هذا خديمك يا خير الكرام ويا باب الكرامات والرضوان والمنن هذا خديمك يا باب السعادة يا باب الفضيلة والمفروض والسنن عن الرذائل أذهب والفضائل هب لو بإذن الذي إن قال كن يكني صلى عليك الذي أولاك كل منن أزكى صلاة إلى مثواك تحملني والآل والصحب ما للشكر قال فتى قد طاب قلبي لما الله سلمني والآل والصحب ما للشكر قال فتى قد طاب قلبي لما الله سلمني بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.